وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد غدا بمدينة المنامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف. وأضاف متحدث الرئاسة أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود حل حالة الأزمة الحالية في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي لرفض هذا التحرك. كما ستتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة.